مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم مطبخ الصحة والجمال مع حضراتكم الشيف ماجد فوزي حمزاوي والمساعد الجميل محمد ناصر. بنحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبنهنئكم بعيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب بالصحة والسعادة متهنيين، ويبعد عنا كل الأمراض وكل حاجة. قولوا أمين. اللهم أمين. واللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصر عزيز من عندك يا رب العالمين. بدايه اول ما نبدا نقول بسم الله على بركه الله. هنبدا مع حضراتكم النهارده في حلقه الاسماك. الاعياد يمكن في جميع المحافظات او في اغلب المحافظات مشهوره بالاسماك، على السواحل على المناطق البحريه الجميله. فاحنا النهارده ان شاء الله حابين نشارككم اكله اسماك جميله، من المشوي ومن المقلي ومن الجمبري ومن شوربه السي فود. معانا سمك التونه، ومعانا سمك المكرونه هيكون للقلي ان شاء الله، ومعانا حلويات البحر القواقع الكامله، الاسماك المخليه مع الجمبري مع الاستاكوزا مع الكابوريا، ومعانا جمبري هنعمله بطريقه حلوه، وكمان هنعمل معانا رز صياديه. خليكم معانا. معانا الاول ما نبدا نعمل الخلطه بتاعتنا للاسماك. كعامه السمك بيعتمد على الثوم والخل والليمون والكمون والكزبره، هنعملها بطريقه حلوه النهارده. معانا حوالي 10 فصوص من الثوم، كوبايه من الخل، وحوالي 4 ليمونات معصورين فيهم. الخلطه بتاعتي لو اتحطت في الخلاط وضربناها مع بعضيها بيبقى تريك او طعم جميل جدا، بتدي حاجه حلوه. لكن معلش اعذرونا عشان في عطل فني في الخلاط بتاعنا، فسامحونا. عملنا ضفنا الثوم وضفنا الليمون والخل، بعد كده هضيف عليها شويه من البصل، حاجات زي ما قلت لحضراتكم. الخلطه ديت المفروض ان هي تتضرب في الخلاط عشان تطلع معايا حاجه سايله وجميله. بعد كده الفلفل، هديله الطعم او تركه او الحاجه البلدي الطبيعي. بعد كده اجيب عصير البرتقال الفريش، هضرب معاه عصير البرتقال الفريش، بيدي طعم جميل جدا للسمك والزفاره، وريحه السمك بيبقى ريحتها طبيعي 100%، ما تكونش قلبه الشقه كلها او مبهدله الشقه كلها. اتفضل يا محمد. عصير البرتقال، يبقى احنا كده ضفنا الخل وضفنا الليمون وضفنا البصل وضفنا الثوم وضفنا الفلفل الحراق او بارد على حسب الرغبه زي ما انتم عايزين. بسم الله. بعد كده بجيب التوابل بتاعت الكمون والكزبره وخلطه السمك الجميل، السمك بين طالعين من صيام، والملح. خلطه السمك متباع عند العطار، خلطه جاهزه على طول، اضيف كله مع بعضيه تدريبه كامله. بعد كده بالملح والخل والليمون والثوم والفلفل والبصل والبرتقال هنبدا نقلب، وخلطه السمك قدام حضراتكم على الشاشه على طول. اقلب الخلطه الجميله كلها مع بعضيها، تضرب في الخلاط تبقى افضل بكتير بكتير، تبقى خلطه جميله تفضل معانا حاجه حلوه جدا. بجيب السمك بتاعي، من الافضل ان انا اتبل السمك السمكه اتبلها واخليها حوالي ساعه بالظبط في الثلاجه، بتدي تركه او طعم جميل جدا. دايما عند اي محل اسماك بيبقى جاهزين بالخلطات بتاعتهم بفتره كبيره. ببدا اعمل السمك، لكن ان شاء الله هنعمل له التركه الثانيه حتى بعد الشوي. هنشويه النهارده بالرده بعيد عن الجريل، لو حضرتك ما عندكيش الصاج ان انت تشويها. هنزل بالبصل في قلب الحاجه ما دام انا ما عنديش الخلاط اللي انا اشتغل بيه دلوقتي، انزل بيها السمك. اهم حاجه في السمك، السمك الطازه او السمك الصحي افضل بكتير من المجمد بكتير، لان هي اصلا مشهوره كمان حتى في البلاد، في اليابان دايما بيجيبوا الاسماك الصحيه، والاسماك بتساعد طبعا على نسبه الذكاء بطريقه جميله جامد 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 كتير للاطفال كمان، وبتقوي جهاز المناعه. اغلبيتنا يمكن في ناس كتير ما بتحبش الاسماك في البيت عشان الريحه وتقلب الشقه وتبهدل الدنيا وفي الاعياد كمان، لكن المفروض ان هو وجبه السمك اقل حاجه وجبتين في الاسبوع عشان اطفالنا وعشان احبابنا الكبار. يبقى عملنا الخلطه الجميله من البرتقال والليمون والخل والبصل والفلفل والثوم. يا محمد الله ينور، فكرنا اي حاجه نسيت اقولها معاك. الله ينور عليك. بعد كده نجيب الرده يا محمد ونبدا، ونجيب الصاج بتاعنا مدهون زيت. الاسماك بتاعتنا لما اجي اختار الاسماك، الخياشيم بتاعتها بيكون خياشيم مايله للون الاحمر البنفسجي بالظبط،
ويكون العيون السمكه بيكون براقه، جسم السمكه ما يكونش مهري، لما اضغط على السمكه بقى ما يكونش الجسم بتاعها مهري، هو ده يبقى افضل حاجه للاسماك او افضل حاجه للحاجه بتاعتنا عشان اختيارها يكون موفق. وزي ما قلت لحضراتكم اهم حاجه في الاسماك يكون الاسماك طازه بيبقى احسن. السلام عليكم محيي. السلام عليكم محيي. ازيك يا معلم؟ ازيك يا استاذ عم الحاج؟ مرحبا يا عم الحاج محيي. شفناك المره اللي حتى كنت تعمل في البسكويت والحاجات الحلوه. ربنا يحفظك يا عمنا، ربنا يحفظك وكل سنه بخير. وكل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب. الله يخليك. اخبارك؟ اخبارك والله الحمد لله تمام يا عم محيي، وتعملها حلوه والله. انت احلى يا كبير، انت احلى، ربنا يحفظك يا عمنا وربنا يزيدك ويبارك لك في اهلك واولادك يا رب. عندك اي سؤال؟ الله يخليك يا معلم. الله يخليك، عنها شغل تشرف والله. ربنا يزيدك وربنا يبارك لي فيك يا رب ويحفظك، كلك ذوق والله، كلك ذوق، ربنا يزيدك. شكرا لاتصالك يا عم محيي، وشكرا ليك وخليك معانا صديق البرنامج على طول. شكرا ليك يا باشا. الله يخليك. كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. بعد كده بجيب الرده وفي الصاج بتاعي وابعد مسافه حاجه بسيطه خالص ما بين الحاجه الصاج والصاج زي ما احنا شايفينها. خلطه الشاي قدام حضراتكم معانا على الشاشه على طول. ايوه كده يا استاذ شغالين بقى. خلطة الشاوي معانا على الشاشة والردة والخضر، أهم حاجة الردة اللي هي نخالة الدقيق بتاعنا دي صحية جدا جدا. أجمل حاجة في الشاوي إن يكون الحاجة بتاعتنا صحية 100%، كلها غذاء كاملة مما جميعه، بستفاد من كل حاجة حتى الردة بتاعتنا للرجيم والتخسيس كله ده برضو جميل اللي حابب إن هو يخس، مع إن المبدأ بتاعنا في التخسيس إن هي الآية الكريمة بتاعتنا، الآية الكريمة اللي قالها ربنا عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو احنا مشينا على نفس النظام ونفس المنهج ان احنا ناكل من غير اسراف هيبقى هنستمتع بأحلى رجيم ونستمتع بأحلى اكل في كل حاجة بيبقى جميلة، ربنا خلقها لنا حلال حاجة. ربنا يحفظكم من كل سوء يا رب ويجعل ايامكم كلها جميلة وسعيدة ان شاء الله. اخر سمكاية مش هتخش، لا مخششة صدقنا ما صح. عملنا كده الخلطه بتاعتها الجميله. لا لازم لازم، لا مش هينفع. شكرا يا محمد، شكرا لمساعدتك الجميله، مش عايز المساعده. عملنا السمك كده بالخلطه الجميله، وزي ما قلت لحضراتكم ان الخلطه كل ما تتنقع معانا في الخلطه بتاعتنا الحلوه كل ما يكون افضل بكتير واحلى واحسن. يا مرحبا يا حاج فوزي، السلام عليكم يا حاج فوزي. الله ينور عليك. عليك يا عم الحاج، ربنا يحفظك وكل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. طيب يا حبيبي كل سنه. أؤمر. المهم انا عايز ابعت برخيت تهنئه لاحفادي. اتفضل يا عم الحاج على عينين، ابعت يا حاج. انا بهني الاستاذ عبد الله والاستاذه شيماء بمناسبه الخطوبه، وبقول لهم الف الف مبروك وربنا يتم عليهم بالخير وسعادة. ربنا يحفظك يا عم الحاج. مش عايز تعزم حد من المشاهدين او حد من الصحه والجمال يا حاج معاك ولا حاجه؟ الصحه والجمال دول على عينينا. ربنا يديك صحة من الحاج وربنا يجازيك كل خير. داري الاعداد والمصورين والمخرج والمعد وكل الناس. ربنا يبارك لك يا رب وربنا يحفظهم لك ويبارك فيهم، والف الف مليون مبروك، الف مليون مبروك، دايما بالصحة والسعادة يا رب، ويتربى في عزك كده ودايما في الفرح في عزك يا رب ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا عم الحاج. فصل عليه صح؟ احنا شكرا لاتصالك وعدد اتصال تاني معانا يا حاج فوزي عشان الاتصال قطع معاك ولازم نتكلمك تاني. بعد ما خلصنا الخلطه بتاعتها ولو تبلناها اكتر من ساعه بيبقى افضل، ونزلناها في الرده حطينا حواليها حوالي شويه بصل شويه فلفل شويه جزر حبيتين، لو حبيتوا تحطوا حبايه من الطماطم برده بيبقى تركه حلوه، البصل ما يتشوي مع السمك بيبقى احلى بكتير. هندخله الفرن درجه الحراره دي بقى ملهاش درجه حراره، على حسب ما بيستوي او على حسب ما يتشوي السمك معايا يطلع معانا بالتركه الجميله الحلوه المصريه ال 100% في قناه الصحه والجمال. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع للسمك المقلي على طول، اوعى تروحوا كده ولا كده منتظرينكم، نطلع فاصل ونعود على طول. ورجعنا مع حضراتكم تاني. قبل الفاصل عملنا مع حضراتكم خلطه السمك المقلي والمشوي، عملتها بتركه واحده بعصير البرتقال وعصير الليمون والخل والثوم والفلفل والبصل، الحاجات الجميله نضربها في الخلاط تطلع معانا ماده سائله نحط فيها السمك، نقعدها حوالي اقل حاجه ساعه في الثلاجه تطلع معانا تركه حلوه بدون ريحه زفاره ولا تقلب الشقة ولا دخانة نقدر نشويها، عملناها بالردة حاجة صحية 100%. دخلنا السمك بتاعنا سمك أي سمك تحبوه عايزين تشووه بنفس التركة نقدر نعملها وندخلها الفرن مع حضراتكم. والوقت هنبدأ نرجع للمقلي، المقلي بعد ما قطعناه التقطيع اللي انت تحبوه هنبدأ نحطه في الخلطة بتاعته،
نفس التكرار، نفس الخلطه اللي احنا حطيناها للسمك المشوي. بعد كده بجيب التركه بتاعت الجميله، حوالي شويه من الدقيق، معلقتين من النشا، ربع معلقه من البيكنج باودر عشان اغلف السمك بتاعي ويطلع معايا تغليفه كويسه وممتازه 100%. هبدا اخد السمكه من جوه الاول زي ما احنا شايفين اهو، نضغط عليها، الخلطه بتاعتي معموله، ونبدا في السمكه من جوه ومن بره عشان التغليفه يكون تغليفه كامله. لو حبينا ان احنا نحطها في الخلطه تاني بشويه من الميه وننزلها في الزيت بيبقى احلى واحلى. نفس التكرار من جوه ومن بره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اشرف مرحب بيك يا اخي، مرحب بيك. ازيك يا استاذ اشرف؟ كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. ربنا يزيدك ويحفظك ويبارك فيك ويبارك في اولادك واهلك يا رب. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم احفظك شيخنا، اللهم احفظك. العظيم ان يعيد علينا هذه الايام بالخير واليمن والبركات. اللهم امين. اللهم امين يا رب، اللهم امين، ربنا يستجيب منك. بارك الله فيك، جزاك الله خير على الاكلات الجميله والحاجات الحلوه دي. ربنا يجزيك كل خير يا اخي، ربنا يجزيك كل خير شيخنا الفاضل، ربنا يحفظك ويحفظ لك اهلك واولادك يا رب، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب ويعود عليك الايام بخير، اكلاتك جميله وبرنامج البرنامج بتاعك ممتاز جميل والمعدين ممتازين. ربنا يحفظك ان شاء الله يا شيخ اشرف. عايزين عايزين نستضيفك معانا هنا ان شاء الله باذن الله، تشرفنا في القناه ده لو تسمح يعني بعد اذنك، عشان نستفيد من حضراتكم ومن علماء الازهر الناس الجمال، يا رب يستجيب منهم ويكونوا لنا القدوه الحسنه باذن الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبارك الله فيك. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويحفظ لك اهلك واولادك يا رب. تسلم، شكرا لاتصالك. ربنا يعود عليك الايام بخير يا رب العالمين ويبارك فيك ويحفظكم. تسلم جميعا. تسلم. ويعود علينا وعلى مصر الحبيبه بالخير واليوم والبركات يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، بارك الله فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. كل سنه وانت طيب يا غالي. عندك اي سؤال؟ انت طيب. لا جزاك الله خير. شكرا يا غالي، شكرا، ربنا يزيدك ويحفظك، شكرا لاتصالك، جدا جدا اسعدتنا بالمكالمه الجميله دي، شكرا ليك، كل سنه وانت طيب. بعد ما حطيناه في الدقيق، كمل يا محمد. بعد ما عملناه بالدقيق زي ما قلت لحضراتكم من جوه ومن بره نفس الطريقه، السمكه اهي مغلف تغليف كامل، مغلفها تغليف كامل بالدقيق وفي زيت يكون زيت غزير، يكون زيت كتير. نبدا نقول بسم الله على بركه الله، نعلي النار ونقلب نفس النظام ونفس التكرار، وننزل في الزيت نشوف الزيت بتاعنا سخن. بسم الله، لسه شويه، نسيبه شويه كمان. بنفس الخلطه وبنفس التركه وبنفس الاسلوب بنقلي السمك ونشوي السمك بنفس الحاجه، الخلطه الجميله اللي نضربها في الخلاط. بعد كده هنخش على الرز الصياديه بالطريقه الخاصه ال 100%، الحاجه الجميله. هو عباره عن كيلو من الرز، ثلاث بصلات او بصلتين على حسب الرغبه، بشر من الجزر او جزرايه. هنبدا نقول بسم الله على بركه الله. دايما الاسماك كلها تعتمد على الزيوت، زيت زيتون او اي زيت زي ما تحبوا. نبدا ننزل بالزيت، بسم الله. زيت الزيتون مش صحي لو اتغلى، يعني لو ما ينفعش ان انا اقلي فيه اي حاجه او ان هو اغليه بدرجه حراره بيكون عاليه، لكن استخدمه في الاكل، استخدموه مفيش اي مشاكل، بيبقى بالتركه الحلوه المظبوطه ال 100% وصحي جدا برضو. بنحاول نجيب لكم لجهاز المناعه حاجات صحية. السلام عليكم يا ست الكل، مرحبا يا حاجة. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وبالصحة والسعادة يا ست الكل يا أم يا غالية. جميلة جميلة والله. أنت أجمل، أنت أجمل، ربنا يحفظك ويبارك لنا فيكم يا رب. تعود عليكم كلكم بخير يا رب. تسلم يا ست الكل، تسلم وربنا يحفظك ويبارك لي فيكم. سنة حلوة عليكم. اللهم آمين. اللهم آمين يا ست الكل، ربنا يحفظك. الأمة عن الأمة يا رب. اللهم آمين يا رب، يستجيب يا رب، يستجيب ليكم يا ست الكل وربنا يحفظكم. كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب، دايما بالصحه والسعاده يا رب. تسلمي لي يا ست الكل، وشكرا لاتصالك، شكرا ليكي يا امي يا غاليه، شكرا ليكي، شكرا لاتصالكم، كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب. هنعم البصله بتاعتنا وشغالين في السمك طبقه واحده بس، عشان الطبقه الثانيه ما تشيلش معايا اي وش ثاني. ما ينفعش ان انا اعمل طبقه واسيب الثانيه دايما مغلفه، ولو حبيتوا ان انتم تخزنوه في الفليزر او في التلاجة، بنحطه في التلاجة لمدة ساعتين ثلاثة يعمل ويرجع معانا في القلي على طول، بيبقى وجبة جاهزة جميلة. هنعمل منه ان شاء الله باذن الله بعد كده السمك المخلي خالص من والسمك المحشي بالجمبري، كل الحاجات ده هيكون معاكم في الاسماك في اكل في مطبخ الصحة والجمال. هنقعم البصلة او بصلتين على حسب ما تحبوا، على حسب الرغبة، للرز الصيادية الجميل، وانزل بسم الله على بركة الله في شويه من زيت الزيتون، حاجه بسيطه خالص. معلقه يا محمد بعد اذنك، واقلب
وادي له التركه الحلوه بالريحه الجميله. ام زياد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سيدي؟ ازيك يا ام زياد، مرحب بيكي. كل سنه وانت بكمال الصحه والعافيه يا ام زياد، مرحب بيك. طيب. كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب، دايما بالصحه والسعاده. تسلم تسلم، الله يحفظك يا ام زياد، ربنا يبارك لك ويبارك لك في اولادك يا رب وفي اهلك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. عندك اي سؤال؟ شكرا. وانت بكمال الصحه. شكرا شكرا لكل متصليننا وشكرا لكل مشاهدينا الجمال، الناس اللي بتحب تعايد علينا بنعايد عليهم من قناه الصحه والجمال. يا رب تكونوا بالصحه والعافيه ودايما يفضل ايامكم كل اعياد ومتجمعين دايما قدام شاشه الصحه والجمال. شكرا لاتصالك يا ام زياد، شكرا ليك. نزلنا بثلاث فصوص من الثوم، ثلاث فصوص من الثوم، ونزلنا باثنين عدد من البصل، هشوح شويه حاجه بسيطه، بعد كده انزل الجزر يا محمد. مفيش مبشره ولا في مبشره؟ شكرا يا محمد، شكرا ليك، النهارده مفيش خلاط، مفيش مبشره. وانزل بالفلفل. كل سنه وكل فريق او المعدين او كل فريق او كل قصد الصحه والجمال بالصحه والسعاده. دايما يا رب يتعاد عليكم كلكم بالخير واليمن والبركات. هنقلب في البصل، مجرد ان هو يتشوح بسيط انزل بالفلفل عليه، وبعد كده جزره مبشوره او مكعبات، مش فارقه كتير على حسب الاكله اللي نحبها. والسمك بتاعنا زي ما احنا شايفين، هنشتغل معاكم قدام كم باستمرار، بنسوي الحاجه على طول على الهواء مباشر عشان لو في اي اخطاء نقول لكم على كل حاجه بالتركه الصحيحه المظبوطه 100%. بنفط شويه من الدقيق وابدا انزل في الزيت بتاعي، بيكون زيت يكون غزير ويكون زيت يعني ولا سخن قوي ولا بارد قوي. نفس التكرار، اهم حاجه ان انا بغلف السمكه بتاعتي تغليفه كامله من جوه ومن بره عشان تحتفظ بالتوابل او بالخلطه بتاعتها الجميله. الاسماك ليها فنها، ليها فنها وليها تركتها وليها حرفنتها. وطبعا الناس بتوع السواحل ما بيتوصوش في الحاجات الجميله ديت، اذا كان في الرز الصياديه او في الجمبري او في كل الحاجات، الاكلات بتاعتهم اكلات بيبقى تحفه. لسه شويه، كمان شويه نديله كمان تركه، نهد عليه النار شويه سنه بسيطه ونسيبه يعمل معانا تركه كويس. هننزل بثلاث معالق من الصلصة بعد ما نزلنا بالبصل ونزلنا بالفلفل ونزلنا بالثوم. هننزل بشوية من الصلصة وأقلب على طول، هسيبها شوية تركة بسيطة خالص بسم الله. بعد كده شوية من التوابل الجمال بتوعنا، الكزبرة على الكمون على شوية خلطة من توابل السمك الجميلة، وقطع حباية طماطم. محمد طماطم ميه، مفيش طماطم. هنعمل معاكم شوربة الجمبري، وهنعمل الجمبري بطريقة للرز بالظبط، حاجة جميلة. هنعمله بالزبدة وجوز الطيب والحبهان، الحاجة الجميلة اللي حابب بقى عشاق الجمبري ياكل جمبري جميل زيه زي المطاعم بطريقتنا الخاصة الجميلة. ميه سخنه يكون بتغلي، ممتاز. انزل يا محمد على الحاجات دي بالكبشه بالمغرفه، انزل هناك. دي حلوه دي، اي حاجه، اي حاجه تشتغل بيها بسم الله. انزل يا جميل، اديها الربع كده بالظبط عشان الرز، الربع بالظبط، سيبه يغلي مع. هننزل شويه من الميه، الميه تكون بتغلي انزل بيها، يبقى عملنا الخلطه بتاع السمك بالبرتقال والليمون والخل والبصل والثوم والتوابل الجميله. استاذه رانيا السلام عليكم. الو السلام عليكم. ازيك يا ست كل، مرحب بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بكمال الصحه والعافيه يا رب، كل سنه وانتم طيبين ودايما والاهل كلهم والاصدقاء كلهم بالصحه والعافيه يا رب. ايه الاكل الجميل اللي حضرتك بتعمله ده؟ تسلمي لي تسلمي لي يا استاذه رانيا، تسلمي لي. شكرا شكرا ليك وشكرا لذوقك، والله كلك ذوق. كل سنه. انا عندي استفسار لحضرتك. اتفضلي يا فندم اتفضلي. انا كنت
اعمل البسبوسه بس هي كمان بتنشف مني، فعايزه اعرف ايه السبب. حاضر. نشفت منك؟ نشفت؟ هقول لك على طريقه. بس يا غالي شكرا. هقول لك على طريقه دلوقتي عشان اتصالك الجميل في ايامنا الاعياد. هقول لك على طريقه سر من اسرار الحلويات او الحلواني، اعمليها بنفس التركه واتصلي بينا الحلقه الجايه وقولي لي عملت ايه. ماشي؟ طب ايه التركه؟ طيب على عينينا يا ست الكل، على عينينا، تحت امرك. كل سنه وانت طيب. البسبوسه السايبه نص كيلو من السميد، نص كيلو من السميد، بضيف عليه ربع كيلو من السكر، معلقتين من جوز الهند، واقلبهم كلهم مع بعضين كويس. بعد كده في حله او في اناء، في حله كده صغيره، اضيف عليها كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من السمن، نص كوبايه من العسل الجلوكوز، ده افضل حاجه للبسبوسه. نص كوبايه من العسل الجلوكوز، نص كوبايه من السمن، كوبايتين من الحليب، واحطهم على النار، اقلبهم كويس جدا، يسخنوا معايا او كله يندمج مع بعضيه كويس جدا، يبقى دافيين. اروح مقلبه السكر والسميط وجوزة الهند كله مع بعضيه، واروح مقلبها واحطها في الصينيه. في الصينيه بتاعتي يكون السمك بتاعها يكون واطي، سمك بسيط كده، حاجه بسيطه، واحطها في البسبوسه، في البسبوسه كلها، بعد ما ادهنها سمن واخبطها تخبطتين عشان افرغ منها الهواء كامل. بعد كده ادخلها في نص الفرن لمده نص ساعه، لسه شويه ما اقلبش الا لما لازم ياخد اللون الاحمر. بعد كده ما نسيتني يا محمد والله. بعد كده بدخلها الفرن لمده نص ساعه. اول ما تطلع البسبوسه بيكون الشربات بتاعها سخن، هو عباره عن كوبايتين من السكر، 3 كوبايات من الميه، معلقه من العسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز بستخدمه لكل الحلويات، بيدي اللمعه وبيدي التركه الحلوه في التماسك والحاجه الجميله. كوبايتين من السكر، 3 كوبايات من الميه، كوبايه من العسل الجلوكوز، ربع ليمونه، وسيبه على النار لمده 10 دقائق. البسبوسه عندي نص ساعه، اول ما تطلع البسبوسه وهي سخنه تاخد اللون الاحمر. لو حضرتك مش متاكده في اللون من تحت، اللي هي من تحت، بجيب السكينه واروح مقطعها واروح شايلاها واقلبها وهي لسه سخنه. لو هي ما استوتش كويس اخليها تستوي حوالي 10 دقائق تاني. بعد كده بطلعها واسقيها بالعسل السخن على حسب الشربات اللي انا محتاجاه. اول ما احط يعني احط ايديا فيها كده الاقيها طريه اتطرت، يبقى هي كده البسبوسه معايا توب 100%. معلقه عسل، معلقه سمن بلدي في الشربات تدي التركه الجميله والحاجه الحلوه. بالف هنا وشفا ليكم، وتحت امركم في اي سؤال. بعد كده بعد ما الميه بدات او الشوربه بتاعتي بدات تغلي، اشيل انا ده خالص يا محمد. امسك يا محمد. بعد ما الشوربه بتاعتي بدات تغلي، اجيب الرز بتاع المصري وانزل بالرز بسم الله. بعد ما غسلناه ونشفناه كويس جدا، لو البيومن عندي البيومن لازم اقلب. الشوربه بتاعتي شوربه كتيره مش على قد الرز كده، الرز معايا هيتلت وبقى مش كويس جدا، واحنا على الهواء مباشر ومش هينفع يبقى فيه اخطاء. لازم او ما فيش بديل معايا، ببدا ارفع من الشوربه شويه واسيب الرز يقلب او يغلي على النار لمده 5 دقائق. بعد كده نهدي على الرز الريحه الجميله والطعم اللذيذ في قناه الصحه والجمال على الهواء مباشر معاكم، مستمرين على طول. يا دوب مسافه، بص مسافه زي ما احنا شايفين سنت بالظبط فوق الرز، سيبها ما نرميهاش عشان لو احتاجناها نديها كمان تركه حلوه. اقلب تقريبا كمان. يبقى احنا كده عملنا رز الصياديه عباره عن 2 عدد من البصل، 3 فصوص من الثوم، 3 فصوص من الثوم، فلفل اخضر، جزر. قلبنا، شوحنا البصل وشوحنا الثوم شويه. بعد كده نزلنا بالفلفل. بس يا محمد كفى، شكرا. بعد كده هنزل انا بالجزر والطماطم من فوق. سنه تركه بقى، حاجه حلوه كده وتديها الطعم اللذيذ بالحاجه الجميله، وشويه من التوابل بسم الله عليها من فوق تاني. كمون على كزبره، افضل حاجه للرز الصياديه بالنسبه لي. اسيبه شويه يغلي وبعد كده نتقل على الرز. السلام عليكم ام معاذ، مرحب بيك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام معاذ، مرحب بيك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، دايما بالصحه والعافيه، واهلك واولادك كلهم طيبين يا رب. تسلم ايدك على الاسماك الجميله دي. تسلمي لي، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في اهلك. تسلمي لي. البسكوت والله طلع في منتهى الجمال. الحمد لله، الحمد لله. شكرا، شكرا ليكم، شكرا لذوقكم. انت اصلا اشكرك على المقادير المظبوطه والله. تسلمي لي، ربنا يحفظك، ربنا يزيدكم، يعني حاجه بتزيدنا شرف والله. شكرا ليكم وشكرا لاتصالك جدا جدا والله. ربنا يزيدك. بتسعدونا لما الحاجه تطلع صح، حتى لو طلعت خطا نرجعها مع بعض تاني مره واثنين وثلاثه. الانسان مش معصوم من الخطا، لكن ان شاء الله باذن الله مقاديرنا كلها هتبقى مظبوطه 100%. شكرا لاتصالك جدا. عندك اي سؤال؟ عايزه تتبيل الفراخ المشويه. تتبيل عينينا، حاضر، تحت امرك. هقول لك حالا دلوقتي. حاضر، هات البلانش. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. اقول لك على تتبيله الفراخ المشويه على طول حالا.
تتبيلة الفراخ المشوية، بصلة، 2 عدد من الفلفل، 3 فصوص من الثوم، كوباية من الخل على الليمون، ولو عصر برتقال برضه هبقى جميلة، أضربها في الخلاط، أصفي، أخد المية بس، التفل بتاع الفراخ، لأن الفراخ المشوية على الفحم تتحرق لما يكون فيها التفل بتاع البصل، أخد المية، أحط فيها لو عند حضرتك معلقتين كاتشب مفيش مشاكل، علبة زبادي هضربها عليها مع شوية التوابل الجمال، الحبهان، ورق اللوري، جوز الطيب، الكباب الصيني، زهرة الورد، كله يتضرب في سيبه شوية كمان، سيبه شوية، كله يتضرب في الخلاط، يتضرب كله يتضرب في الخلاط يكون طازة، التوابل بتاعتي بتكون حاصة طازة أفضل بكتير، تطلع معانا بتركة حلوة وجميلة. بعد كده بنقع الفراخ بتاعتي لمدة حوالي ساعة، أقل حاجة ساعة، أقل حاجة للتوابل أو الحاجة الجميلة بتاعتي يكون ساعة، عشان آخد التركة أو التست الجميل للفراخ المشوية، فحم يكون هادي أو على الجريل يكون على الشواية بتاعتي يكون الفحم مش كتير عليها قوي، لكن بيبقى فحم بسيط، اتقل وقلب عشان تطلع معاك فراخ مشوية ناشفة من بره وطرية من جوه، حاجة طعمها لذيذ مش محروقة، عشان التفل بتاعنا بتاع البصل والطماطم والحاجات دي ما يكونش فيها، لازم يكون مصفينه كويس. شكرا لاتصالك جدا، ويا رب يكون المعلومة وصلت. يبقى كده احنا خلصنا، عملنا خلطة السمك، وعملنا خلطة الرز البسمتي، وعملنا كده نخش على الجمبري، الأكلات السي فود أو شوربة السي فود. الحاجة معانا مين حضرتك؟ الفنان، مرحب بيه، مرحب بيه الممثل، الفنان، خالد محروس. يا مرحب بيه، مرحب بيه يا فندم، السلام عليكم حضرتك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. ربنا يخليك يا شيف، والاول بقول كل سنه وانت حضرتك طيب، ربنا يحفظك، واداره القناه طيبين وكل اللي عاملين بيها، وبوجه تهنئه للشعب المصري والعربي كله، ربنا يحفظك، وبدا في هذه الايام المفترجه يعني ان ربنا يزيح الغم عننا كلنا وينصر الاقصى ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا فنان، وشكرا لاتصالك، نورتنا في شاشه الصحه والجمال. بامانه يعني من الفنانين الناس اللي احنا بنحبها جدا، وبنحب ان احنا نشوف ودايما يا رب نشوفك في تالق دايما ونجاح وتفوق. الناس المتواضعه جدا فعلا من الفنانين، الناس النجوم الحلوه، ويا ريت تفكرنا كده باخر اعمال العيد كده، الحاجات الجميله من والله انا اخر حاجه كان كنت مشارك في مسلسل الاختيار، وده كان شرف ليا طبعا. ده طبعا اكيد اكيد، واحلى مسلسل. وكان ليا حمله اعلانيه كده الحمد لله في التلفزيون، وكان قبل منها على طول في مسلسل زي القمر مع الجميله ليلى علوي، ما شاء الله عليك، وورا كل باب مع دينا طبعا. في النهاية طبعا أنا بشكر وجودي معاكم النهاردة على الهواء كده عشان أقدر أهنيكم وأهني الشعب المصري، وبتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله، وبتمنى إن شاء الله ربنا ينصرنا في كل موقف وفي كل حالة ويعدي علينا الغمة دي كلها إن شاء الله. ربنا يحفظك يا فنان، ومتشكرين ليك كلنا، بنهنيك بالتحية الجميلة وباللقاء الجميل وبمشاركتك معانا الجميلة في تليفوناتك الجميلة، أسعدتنا فنان، ودايما في طريقك ويا رب، يا رب دايما يحفظك، وربنا دايما نشوفك كده في أحسن حال يا رب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. شكرا ليك وشكرا للأسرة، شكرا ليك يا فنان، شكرا لاتصالك، كل سنة وانت طيب. هات المنديل، الرز بتاعي بدأ يغلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو، بالتوابل بتاعته والحاجة الجميلة، لازم يتشرب شوية، كل ما بيغلي أو بتطلع حاجات يعني الغليان بتاعها من فوق لتحت كده، بنتأكد تأكيد كامل إن الرز بتاعنا شغال صح. هسيبه بقى شوية لحد ما يشرب الشرب بتاعته أو البيم بتاعه الكامل، وقبل ما نعمل أو نخش على نخش على الجمبري. أكلة الجمبري محبوبة جدا جدا في كل مكان، بس فود الجميل عايزين ما نعليش، ننزل عليها. تعال نخش على الجمبري. ايه فاطمه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ مرحب بيك يا ست الكل، مرحب بيك، وانت بكمل الصحه لسه شويه ازيك يا استاذه فاطمه، مرحب بيكي، امورينا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا شيخ. بقول لحضرتك عايز اعرف طريقه الجمبري. الجمبري عينين على طول حالا اهو، حالا هقول لك على الجمبري واقول لك على الطريقه بتاعته في القلي كمان، يعني قلي وتشويح في الزبده معانا عشان هندخله معانا في الرز بطريقه حلوه ان شاء الله. حاضر، تحت امرك، تحت امرك يا ست الكل، عينين، كل سنه وانت طيب، دايما بالصحه والسعاده يا رب، دايما بالصحه والسعاده يا رب، عينين. الجمبري، الف شكر يا شيخ. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي، كل سنه، شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك جدا. الجمبري هننزل بالجمبري بتاعنا
ليه كذا طريقة، ليه كذا تركة، في الشاوي، على الجريل، في الطاسة، في القلي، في الرز، كل حاجة. جمبري جمبري بطريقة سهلة وبسيطة هنعملها لكم. هنعملها بطريقة تشويحة المطاعم أو بالزبدة، معلقتين من الزبدة، مش هندخل عليها حاجة خالص عشان ده أنا هضيفه على الرز. وهنزل بشوية من زيت الزيتون الصحي الجميل، بسم الله، شوية من زيت الزيتون اهو. والجمبري معايا منظف جاهز، وسط متوسط، مش لازم يكون غالي قوي ومش لازم يكون بسيط قوي، بنفس الطريقة متنظف تنظيف كامل معانا اهو، تمام. بعد كده هنبدأ ننزل بيه الزبدة بتاعتنا تعلى، بسم الله، علي يا جميل. وادي السمك بتاعنا الجميل المقرمش من غير ما يشرب زيوت كتير، وحاجة جميلة، حاجة طازة فريش. قبل الأكل بعشر دقايق هيكون مجهز السفرة بتاعتي الجميلة بكل حاجتها الحلوة. محمد نورنا يا محمد، والله انت معانا النهارده ولا مش معانا؟ يا محمد ده مالك، انت لسه صايم؟ لا عملنا النهارده فطار صح؟ يلا يا غالي طلع بقى المصفى، طلع. هنصفيه على ورق الزبده لحد ما نعمل الجمبري بتاعنا الجميل. تعالوا نطلع فاصل، اما نطلع السمك بتاعنا عشان ننزل القلايه الثانيه او الطاسه الثانيه عشان نخش على الجمبري وشوربه الجمبري، شوربه الجمبري السي فود الكامل. انتظرونا ان شاء الله بعد الفاصل، هنعمل حاجات حلوه ولسه معانا الحلو كمان هنقول عليه بعد الفاصل على طول. فاصل ونواصل. ورجعنا مع حضراتكم. قبل الفاصل عملنا خلطه السمك الجميله المقلي والمشوي، وعملنا الرز الصياديه. شوفوا السمك الجميل بنفس التركه، هتلاقوها مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه جميله صدقوني. خلطه حلوه جدا بالدقيق والنشا وسنه من البيكنج بودر، حاجه بسيطه، بغلف تغليف كامل للسمكيه بتاعتي. وكمان لو احنا سبناها ساعه في الثلاجه هتبقى تركه جميله وطعم لذيذ. بالف انا وشفا ليكم. نسبه الملح، السلام عليكم، نسبه الملح بتكون خفيفه. السلام عليكم. ازيك يا سيدي؟ ازيك، مرحبا يا سكر، مرحب بيكي. طلع الابتسامه، طلع. كل سنه وانت طيب واكلاتك جميله قوي. وانت بكمال الصحه يا سكر، ربنا يحفظك. تسلمي لي، كل سنه وانت طيبه. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ معاك ماما. معاك ماما، عايزه اتكلم. هو ده ماشي، كل سنه وانت طيبه. هو ده، اتفضلي اتفضلي. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلين يا ست الكل، مرحب، كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا شيف، كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، وانت بكمال الصحه والعافيه ان شاء الله. طلع سمك، كل سنه وانت طيبين. الله ينور عليك في الاكلات بتاعتك الجميله. الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظك، الله يحفظك ويحفظ لك اهلك واولادك، رب ربنا يزيدك. عندك اي سؤال؟ ان شاء الله عايزين طريقه الجمبري، الملوخيه بالجمبري. عينينا، حاضر حاضر، الملوخيه بالجمبري، حاضر، تحت امرك على طول. حالا اقول لك على الطريقه بتاعتها. حاضر، كل سنه وحضرتك. وانت بكمال الصحه، وانت بكمال الصحه والعافيه يا رب، ربنا يحفظكم ويزيكم. زي ما احنا شايفين، اتاكد ان السمك، شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا ليك. اتاكد ان السمك المشوي بتاعي استوى او ما استواش من الديل بتاع السمكه، لو احنا مسكناه نفس التكرار كده يتكسر منه على طول كده، السمك بتاعي جاهز. عايز طبق كبير، مش هينفع اطباق صغيره. شكرا لاتصالك. اقول لك ايه الجمبري كده، احنا نخش على الجمبري وهنقول على الملوخيه بالجمبري، ونقول على طريقه الجمبري المقلي بنفس الخلطه الجميله. ممكن نحطه بنفس التركه بتاعتها، الخلطه بتاعت السمك، نحطه التوم والخل والليمون والبرتقال والتوابل الجميله، الكزبره والكمون، كله مع بعضيه، واسيبه شويه حوالي ساعه. بعد كده بجيب المنخل، المنخل بتاعي العادي، وبجيب شويه الدقيق مع النشا، وابدا انزل على الدقيق على الجمبري واعمل بالمنخل. هيطلع الجمبري معايا هيطلع ناشف من بره وطري من جوه بطعم لذيذ لما اجي اقليه، بيغلف تغليف كامل للجمبري. ده بالنسبه للجمبري المقلي. يبقى الخلطه بتاع الجمبري نفس خلطه السمك اللي انا عاملها للشاوي والقلي وكل الحاجات الجميله دي، اللي هو التوم والليمون والخل والكزبره والكمون والفلفل والبرتقال. دي حاجه اضافه جديده لكن بتدي نكهه حلوه او طعم جميل جدا، بيبقى حلوه. بص، مرحبا ساميه، السلام عليكم. استاذه ساميه، السلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ السلام. ازيك يا شيخ؟ مرحب بيك يا ست الكل. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب. الله يخليك، انا بعيد عليك والله. كل سنه وانت طيبه ودايما بالصحه والسعاده، واحلى عيد عليكم يا رب، يسعدكم ويسعد كل اهاليكم يا رب. الله يخليك. ممكن اعرف الاعاده بتاعتك امتى؟ الاعاده امتى؟ الاعاده بتاع البرنامج الساعه 12:30 ان شاء الله. باذن
بالليل؟ ان شاء الله باذن الله الساعه 12 ونص. ان شاء الله ممكن الساعه من 12 ونص لحد 1 ونص كده ان شاء الله تنورونا. شكرا لاتصالك يا ست. كل عندك اي سؤال؟ المقادير عايزك تبقى لما تعمل اي حاجه تبقى تنزل المقادير. عينين هقول لك على المقادير بتاعتها حالا حالا. يا ربي يا ربي على السمك وريحه السمك يا ست الكل الجميله، الحاجه اللذيذه الطعمه، حاجه جميله في البيت بتتعمل طازه 100% باسرار المحلات الجميله. والمقادير هتنزل قدام حضراتكم تاني على طول على الشاشه. خلطه الشوي وخلطه القلي وخلطه المشي وكل حاجه، كل الخلطات يا حاجه والنبي يبارك. ايه الحاجات الجميله؟ بسم الله. حاجات كلها بنسويها قدام حضراتكم على طول عشان يكون القناة بتاعتنا قناة ليها مصداقية كاملة. جربوها واهم حاجة تدعوا لنا بس، مش عايزين حاجة تاني. ادي السمك الجميل بعد ما اتشوى. شيل يا اوهان بالفلفل المشوي والحاجة الحلوة. هنعمل له الديكوريشن بتاعه الوقت والشكل الجميل على رغيفين، على سلطة الطحينة، رغيفين عيش سخنين، على شوية من سلطة الطحينة، على البخار الجميل اللي طالع منه، حوالي بياخد حوالي نص ساعة بالظبط في التسوية، بيطلع معانا جميل. اعمل لي شوية ورديات يا محمد كده وديكوريشن واحنا قاعدين. بعد كده نزلنا بزيت الزيتون والزبدة، نخش على الجمبري بتاعنا الجميل وننزل بالجمبري، نشوح الجمبري الجميل بسم الله على بركة الله. بعد ما غسلناه ونقعناه في مية وخل وملح بسيط، سيبه شوية على الزبدة وزيت الزيتون، نشوح في الجمبري الحاجة الجميلة المفيدة المغذية. قلب فيه وهنديله شوية توابل. وادي الرز بتاعك جميل، الحاجة الحلوة اهي. شوية كمان هيتشرب تشريب كامل. هدينا النار عليه خالص خالص، نسيبه على نار هادية عشان تتقل على الرز يستوي. بعد كده هنعمل سلطة الطحينة ونعمل شوربة السيفود الأول، نسيب وانزل بالشوربة على طول، انزل بالشوربة. وادي شوربة السيفود، هنعملها بدون كريمة بس أحلى من طعم الكريمة. عملناها قبل كده بالكريمة، تعالوا نعملها من غير كريمة عشان اللي ما يحبش الكريمة يعملها بالطريقة التانية. معملش أشكال مش ومقادير الشوربة قدام حضراتكم على الهواء مباشر على طول. هننزل بمعلقتين زيت للشوربة ومعلقة من الزبدة علي النار على الجمبري. جمبري طازة، جمبري سكينة. سكينة يا محمد انت اخدت السكينة بتاعتي كده ينفع يا محمد؟ هنزل باتنين عدد من البصلة وانزل بفصين من الثوم على معلقتين من زيت الزيتون ومعلقة من الزبدة. استاذة سماح السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. استاذ سماح مع حضرتك يا فندم. ايه عامل يا شيف؟ كويس والله زي الفل الله يحفظك. كل سنه وانت طيبه. ايه عامل يا شيف؟ عامل سمك وجمبري وشوربه وهنعمل سلطه الطحينه وسلطه خضراء. طيب. ايه انت طيب يا شيف. كل سنه وانت طيب يا استاذ سماح. كل سنه. عندك اي سؤال؟ اه اتفضلي. ايه عايزه على طريقه ايوه هي دي الطريقه. حلو والله بس كده. اتصل بينا تاني. شكرا لاتصالك. واتصل بينا عاود الاتصال تاني. شكرا لاتصالك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل شويه شوربه سي فود، حاجه كده حديد في حديد، مغذيه جدا وجميله جدا ولذيذه جدا. وادي المقادير قدام حضراتكم، البصل والفلفل والثوم والزعتر لو ما فيش زعتر، ننزل بالكزبره او باي خضره تحبوها، الكرفس. وايه تاني يا ساره؟ صب بيت جمبري. كل ده كل ده حلويات البحر. سمك مخلي، سمك مخلي، سمك مخلي اهو. وثلاث فصوص من الثوم واثنين عدد من البصل والفلفل الاخضر والصب بيت والجمبري والاستاكوزا ومعلقتين من الدقيق. وادي حلويات البحر كامله وجايه كمان مغلفه. والمقادير هتنزل قدام حضراتكم على الشاشه على طول. هقلب على طول باستمرار، هقلب. بعد كده ننزل بفصين من الثوم او ثلاث فصوص على حسب ما تحبوا. تطلع معانا شوربه جمبري او سي فود، حاجه لذيذه احلى بكتير مش من اي حاجه.
حلو خلاص مش لازم. توم وقلب الروايح الجميله مع الجمبري اللي هننزله على الرز. قال لي يا محمد عندك يا محمد بعد اذنك. وادي السمك الجميل، الزيت بتاعي ما بيتلفش او ما يبصي دايما او ما يسمرش او ما يتحرقش في دقيق، عشان احنا غلفناه تغليف كامل صحيح بالنشا والبيكنج باودر. الو السلام عليكم اهل السويس. يا مرحب بيك اهل السويس، اهل البحار الجميله والاكلات البحريه الجميله الجميله. مرحب بيك يا استاذ احمد. طبعا الفل يا ريس. يا ريس يا مرحب بيك ومرحب باهل السويس كلهم الرجاله التمام. الله يخليك. كل سنه وانت طيب يا ريسنا. وانت طيب. بالنسبه للصياديه اسهل طريقه ايه يعني؟ اسهل طريقه للصياديه؟ ايوه. عينينا اقول لك عليها حالا دلوقتي، هي اللي احنا عملناها دي اسهل طريقه. عينينا حاضر يا عم عينينا. كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. عينينا اقول لك على طريقتها. اسهل طريقه للصياديه هي الطريقه اللي احنا عملناها ديت، واسرع طريقه وحاجه بطعمها لذيذ و100 100. الصياديه يمكن حاجتها كتير او بيبقى ليها كذا طريقه وكذا حاجه بنعمل بيها. بننزل بثلاث ببصلتين وثلاث فصوص من الثوم والفلفل الاخضر الاحمر او الحار او البارد على حسب الرغبه. فين المعلم؟ بعد كده بننزل بمعلقتين من الصلصه او عصير الطماطم، مفيش اي مشاكل لو ما بتحبش الصلصه. بعد كده ننزل بالميه السخنه تغلي معانا شويه، وننزل عليها بالرز، وننزل عليها بالطماطم والجزر من فوق بالشكل الجميل. بعد كده بنهدي عليها النار او بننزل عليها بالتوابل، تطلع معانا طعم حلو جدا. وادي الاستاكوزا، وادي قواقع البحر، والجمبري جمبري طازه. نزلنا بالبصل، نزلنا بالثوم، نزلنا بالجمبري. بعد كده بقى نديله التركه الحلوه قبل ما نعمل اي حاجه عشان نربط الشوربه بتاعتنا. شويه من الدقيق، معلقتين من الدقيق لسه. ايه اوه حلو قوي، 40 دقيقه ما شاء الله عليه النهارده، متوصين بيا كده. ماشي على عينينا يا باشا، على عينينا. يبقى عملنا خلطه السمك المقلي والمشوي، وعملنا خلطه السمك المقلي والمشوي نقولها تاني وتالت ورابع عشان الناس اللي لسه ما ظهر معانا الوقت على طول قدامنا. عملناها بالثوم والفلفل والليمون والبصل والبرتقال، ضربناه في الخلاط. بعد ما ضربناهم في الخلاط نقعنا السمك بتاعنا حوالي هو اقل حاجه ساعه. بعد الساعه وادي خلطه المشوي تاني قدام حضراتكم، ونقولها لكم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. الخلطه الجميله خلطه حلوه جدا، وكمان خلطة السمك لما السمك المقلي عشان ما يتلفش معايا الزيت او ما يبوظش الزيت او يفضل الوش بتاعه يفضل حاجة مقرمشة من بره وطرية من جوه ويفضل ساخن جميل. يبقى نعمله بنفس التركة وبنفس الطريقة الحلوة. منديله طلع للطاسة دي. الاول ننزل الشوربة بتاعتنا، ننزلها معلقتين من الدقيق. بعد ما نزلنا بالبصل ونزلنا بالثوم ونزلنا بالجمبري او حلويات البحر كامله، هنزل بمعلقتين من الدقيق حاجه بسيطه تربط لي الشوربه بتاعتي تكون تقيله شويه، واقلب شويه معاها. انزل يا باشا، الله ينور عليك، تسلم ايدك يا ابو حميد، نورنا والله منورنا. انت عامل ايه؟ مش كويس. بعد كده نجيب شويه ميه محمد سخنين بسرعه، ميه ميه يا محمد، الحمد لله، ميه سخنه. وانزل بمجين حاجه بسيطه خالص، كوبايتين من الميه، واقلب شويه. الريحه بقى هتشموا ريحه، وكمان تركه المطبخ او تركه الشوربه بيبقى تقيله، اللون بتاعها لون ابيض جميل. بعد ما هنشوفها بعد ما نخلص عشان ما نقطعش على الحلقه. ادي شويه من شوربه الجمبري كمان التانية، عشان انا محتاج الجمبري بتاعي من غير شوربه، عشان الجمال والدسامه والطعامه للمخرج الجميل بتاعنا وليد عماره. بيمس عليكم وبيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وساره مصطفى رئيسه التحرير بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وعم علي مدير الصوت الراجل الجميل بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده. ادي الجمبري بتاعنا وادي الشوربه هتبدا تغلي شويه. بعد كده انزل بيها بشويه من الخضره الجميله،
حاجه بسيطه من الخضره حابين تحطوه ضيفوها، ما فيش اي مشاكل، بتدي تركه. الكرفس او الزعتر او الكزبره او الشبت، اي حاجه من الحاجات ديت بتدي تركه وطعم لذيذ جدا وخفيف جدا. وادي الجمبري شوحناه، الجمبري انا مش محتاجه ان هو يبقى مقلي عشان انا عايزه للرز بتاعي، هعمله بطريقه حلوه جدا، اودي له الديكوريشن مع الرز، يبقى انا مساوي الجمبري في الزبده بس وشويه التوابل الجمال اللي هم الجوز الطيب والحبهان، انزل بيها وادي له شويه من الملح. عايز ديكورات يا محمد، ديكورات، عايز شكل، ده احنا في عيد، عايز اشكال يا حماده. ادي السمك بتاعنا التاني، وادي الجمبري على النار، وادي الشوربه بتقلب بدات تغلي، انزل بيها بكوبايه من الحليب بسم الله عشان نتقل الشوربه بتاعتنا وتبقى شوربه جميله متعه لذيذه. نفس التكرار، هسيبها شويه حوالي بالظبط 5 دقايق الشوربه. الحاجات بتاعتي بالنسبه للحلويات البحر ما بتاخدش حاجات كتير او ما بتستويش كتير. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نبدا نعمل السلطات لاحلى تشكيله اسماك مع الجمبري وشوربه السي فود. فاصل ونواصل. ورجعنا لحضراتكم تاني قبل الفاصل. عملنا مع حضراتكم شوربه الجمبري بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه 100%. 2 عدد من البصل، 3 فصوص من الثوم، الفلفل الاخضر شوحناهم بحاجه بسيطه، الفلفل اختياري بيدي تركه وطعم حلو جدا. ننزل بالكرفس بعد كده قلبناهم شويه، ونزلنا بحلويات البحر، الجمبري، السمك المخلي، الاستاكوزا، السبيط، كل حاجة الجميلة بتيجي طبعا جاهزة، أو لو حضراتكم تروحوا عنده أي محل أسماك بنفس الطريقة موجودة، يعني حلويات البحر أو شوربة سيفود البحر موجودة بتمن بسيط. بعد كده نزلنا ب2 معلقتين من الدقيق، نربط الشوربة بتاعتنا، بعد كده نزلنا بشوية ملح بسيط خالص خفيفة، بعد كده آخر حاجة زيت الزيتون هننزل بيها لما نرفع على الطاجن بتاعنا الجميل بسم الله على بركة الله الشوربة الجميلة عشان تنزل من القواقع البحرية من الصحة والجمال لأحلى جمهور لأحلى مشاهدين. بعد كده أنزل بشوية من زيت الزيتون، حاجة بسيطة. أستاذة رانيا السلام عليكم، أهل الجيزة مرحب بيك. بعد كده يا ازيك يا ست، كل مرحب بيك، كل سنة طيبة. وحضرتك طيب يا شيف. انا مشتريه جمبري بالقشر بتاعه، عايزه الطريقه السهله ليه. عينين بالقشر، عايزه تعمليه بالقشر يعني، ولا عايزه تنضفيه وتخليه من القشر؟ عايزه تقعدي تقزقز يعني والحاجه الجميله دي الشوربه الجميله. انا اول مره اجيبه، عايزه اعرف يعني مش منضفاه يعني، منضفاه ولا مش منضفاه، جاي منضف جاهز ولا بالقشر بس ولا بقشره طازه. على عينين على عينين يا ست الكل، اقول لك على الطريقه بتاعته حالا دلوقتي. حاضر حاضر، ادي الجمبري اهو بعد ما تشوح في الزبده بس، وحاطين عليها جوز الطيب والحبهان. شكرا لاتصالك يا فندم، وهقول لك على الطريقه بتاعته حالا حالا. وادي الشوربه بتاعتي الجميله، وادي الرز الثاني عشان قدام حضراتكم على طول على الهواء مباشر. الرز الصياديه بكل طريقه سهله واقتصاديه، عملناه ب2 عدد من البصل و3 فصوص من الثوم، سوحناهم شويه حاجه بسيطه تشويح بسيط. بعد كده نزلنا بال3 معالق من الصلصه، بعد كده 3 معالق من الصلصة، بعد كده نزلنا بشوية مية على قد الرز أو على قد الحاجة اللي أنا أحتاجها. لو حطينا الرز ولقينا الحاجة بتاعتنا أكتر من الحجم بتاعها بنشيل منها، عبارة عن لو الرز منقوع 5 دقايق بيبقى فوق الرز بالظبط سنت بالظبط، مش منقوع يبقى هات الفورمة، يبقى حوالي 2 سنت بالظبط من فوقيها. بعد كده بالفورمة، أي فورمة عندكم، أنزل بالجمبري على انزل بالجمبري بتاعنا الجميل، امسك يا جميل. بعد كده اعمل الفورمه بتاعتي بسم الله، الطماطم مع الجزر، الحاجه الجميله بالريحه الحلوه، انزل طبق كبير. يلا يلا، النهارده يوم جميل معاكم ان شاء الله باذن الله، احلى اكلات اسماك او احلى وجبه سمك جميله، بيكون حاجة سهلة. ماشي يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. لو عايز تعمل اتصال بالشيف ماجد اتصل بيه عادي. هنعمل فورمة الرز عشان نعمل له ديكوريشن، الشكل اللي العين بتاكل قبل أي حاجة، يمكن حاجات بسيطة وسهلة أو يكون حاجات أمويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست الكل، مرحب بيك، كل سنة وأنت طيبة.
الله يخليك يا ابني، ربنا يديك الصحه. ربنا يحفظك يا ست، كل امورينا كل الامر لله. انا عايزه البوري اعمله باشوي بالزيت بس مش عارفه ازاي يعني. الله عليكي. بجيبه كاهي. تمام. بتجيبي عايزاه يعني؟ انت عايزه تشوي البوري؟ اه عايزاه في البيت، اعمله في البيت. ايوه ما هو في البيت، ما احنا كلنا الوقت بنشوي في البيت اهو. على عينينا يا ست الكل، حاضر اقول لك على الطريقه بتاعته. تسلم عينك. على عينينا. ربنا يخليك يا ابني. تحت امرك، تحت امرك. كنت بكمال الصحه يا ست الكل. حاضر. والرز الثاني نعمله في طبق ثاني غير الطبق، ونجيب الفورمه ونقلب ونقول بسم الله على بركه الله. انزل يا جميل في الساحه بنفس الجمبري وبنفس الطريقه بنفس الشكل بنفس الطعم، ان شاء الله يكون طعمه عجبكم 100%. حاجه جميله تحفه لذيذه، نعمل لها الديكورات بتاعتها. لا 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 اديها فورمه خلاص، انزل بيه انزل بيه، مش مشكله. احنا قلنا له على الطريقه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف بعد ما عملنا الرز، عايزين ديكورات اشكالات حاجات جميله. الرز مش باين في الكاميرا. هذا الشكل بتاعه الجميل، شويه جزر مقطعين، شويه خضره، احلى حاجه الخضره، وانتوا الوجه الحسن بنفس الطريقه ونفس التركه نفس الجمال ونفس الدلع. هنعمل له الديكورات بتاعته دلوقتي حالا. ادي الطبق بتاعي الثاني عشان نقدر يبقى مكملنا نخش على سلطه الطحينه والسلطه الخضراء. يوم جميل في السلطات سلطه الطحينه. تعالوا بقى بعد ما عملنا الرز الصياديه قدام حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه 100%. يا مرحب بيك يا استاذه خليفه، مقدمه برنامج اوقات مع الناس. مرحب بيك يا فندم. استاذ عبير مرحب بيك يا فندم. الو. مرحب بيك يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. كل سنة طبعا، انا كل سنة بهني الشعب المصري بالعيد، وبهني سيادة رئيس الجمهورية. الله يبارك لك. وبهني الجيش طبعا والشعب. الله. وعيد سعيد على جمهورية مصر العربية والأمة. تسلمي. الإسلامية. تسلمي. وبقول لك طبعا كل سنة وكل القائمين على قناة الصحة والجمال بخير وسعادة. امين. وبخص طبعا بالشكر مخرجنا الجميل نصر الشاهد. تمام. وكل سنة وكلكم طيبين يا رب. وطبعا الصحة والجمال قناة كل المشاهدين بجمهورها الجميل، وكل سنة وجمهورها الجميل بخير وسعادة. ربنا يحفظك يا أستاذ عبير، شكرا لاتصالك يا أستاذ عبير، وشكرا لبرامجك الجميلة على قناة الصحة والجمال. شرفتينا باتصالك الجميل، شكرا ليك. كل سنة وجميع الأهل والأحباب بالخير والصحة والسعادة. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا ليك. نخش على سلطة الطحينة. تعالوا نعمل سلطة الطحينة المطاعم. سلطة الطحينة المطاعم بطريقة سهلة واقتصادية 100%. 2 فص من الثوم مفروض برضو في الخلاط، ان انا بعملها في الخلاط. بضرب فص من الثوم على واحد عدد من الفلفل وحوالي ليمونة او شوية معلقة من الخل مع شوية مية سخنة، بضربها في الخلاط الاول، بنعم الثوم والفلفل، بعد كده بنزل بالزبادي والطحينة. حبيتوا تعملوا بابا غنوج هيكون مع فين سكينة يا محمد؟ يا شيخة لا والله 10 دقايق مش هنبقى. انت خلصت ايه؟ طب استنى. لا والله 10 دقايق؟ ما لسه في، لسه ما عملناش الحلو. الحلو الحلو رمضان خلص. والله انت اللي عسل يا عم وليد. انت فينك يا عم وليد؟ مش باين ليه كده في على الشاشه خالص يعني، عمال اقول الاستاذ وليد عماره بيسلم عليكم وبيعمل ومش عارف ايه ده كلام. الف الف سلام عليك. الجمبري والاستاكوزا عاملين لك النهارده ان شاء الله عشان خاطر معاك يا فندم. هننزل بالثوم وننزل بالفلفل، نضربهم في الخلاط، نضربهم في الخلاط مع معلقه من الخل، بعد كده بنزل بشويه من الملح، بعد كده بنزل بالزبادي، بعد كده بنزل بالطحينه. نعمل احلى سلطه الطحينه ونقلب على طول في الخلاط، بيبقى اجمل واحلى واوفر بكتير بكتير. ندي معانا نتيجه جميله. الحلوه يا محمد. اقلب على طول على طول باستمرار. هات يا محمد، يا محمد هات الحلوه يا محمد. امسح لي بقى الحاجات دي بسرعه. اقلب على طول باستمرار. اقلب يا محمد الطحينه عشان اعمل حلو، عشان الحلقه هتخلص قبل ما نعمل الحلو. الحلو ما بلاش الحلو، فين التفاح يا ابن التفاح؟ هات التفاح ده. نغير على طول، نغير الكرزات، نغير الشغل عشان نعمل سلطة الفواكه الجميلة بالسكر. هات شوية سكر، ابعتلي شوية سكر طيب. بس الطحينة يا باشا على عينينا يا باشا، على عينينا يا مدير. يا عم وليد تؤمر يا عم وليد. يبقى كده احنا عملنا كده حلقتنا النهارده في الأسماك المقلي والمشوي. قلبت البتاعة دي؟ هات السكينة التانية.
بسم الله. شغالين جزارين. بسم الله. هنقطع كل اي فاكهه تحبوها، اي فاكهه، من كل فاكهه ثمره واحده بالظبط او حاجه واحده عشان نعمل شكل حلو. غيرنا الكلابز بتاعنا طبعا، وغيرنا ومساح وقلبنا صحن. كتبتوا استاذة منى؟ السلام عليكم. الو، السلام عليكم. استاذة منى، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ والله زي الفل. الله يحفظك يا ست الكل، مرحب بيك. الله حضرتك طيب، الحاجات الجميله دي. الله يحفظك يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه ودايما بالصحه والسعاده يا رب. حضرتك طيب والله، الله يحفظك. جميل والله العظيم. الله يبارك لك، الله يزيدك، ربنا يحفظك ويحفظك اهلك. انا بتصل بس عشان اشكرك على الحاجات اللي بتعملها الجميله. والله يا ست الكل اسعدتينا، اسعدتينا بالمكالمه بتاعتك دي والله. ربنا يخليك. شكرا ليك وشكرا لذوقك جدا، وشكرا لاهل المنوفيه كلهم والله. ربنا يبارك لك. اي اوامر عايز اي لا والله يا بس كفايه احنا شفناك بس. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك وربنا يبارك لك في اهلك يا رب، ربنا يزيدك. تسلمي لي، كل سنه وطيبه وشكرا ليكي جدا. هات حاجه الف فيها الحاجات دي كلها. بولا بولا بقطع، هقطع الاناناس، هقطع التفاح، هقطع لو في موز، هقطع الكيوي، كله مع بعضه، كله سلطه كامله مع بعضيها. لو عندي الموز يبقى انزل بيه اخر حاجه خالص، وينزل فيه عصير، عصير فراوله، عصير جوافه، عصير برتقال، اي عصير تحبوه مع الفاكهه الجميله هننزل بيها. وادي البرتقال، بسم الله. عايزين شويه سكر، شويه سكر. ساره، ساره، شويه سكر، شويه سكر. اي والله تعالى. ينفع الكلام ده عم وليد؟ شويه سكر عم وليد بعد اذنك. واحنا في المطعم البحري النهارده، المطعم البحري كامل في قناه الصحه والجمال، نشأناها وعملناها حاجه جميله بخلطه السمك الجميله. عملنا السمك المقلي بخلطه واحده مع المشوي، عملناه بالثوم والخل والليمون والبرتقال. النهارده دخلنا معانا البرتقال، عصير البرتقال، حاجه جميله تخلي السمك طعم لذيذ وريحه جميله. ما تبوظش شقه حضراتكم ولا تبهدل الريحه ولا نعمل حاجه. وبعد كده عملنا الرز البسمتي، وادي الطحينه الثانيه. شكل، شكل يا محمد، شكل يا حبيبي. وادي الطحينه الثانيه بنفس الجمال. اديلها ستريكه كده اي شكل. العين بتاكل قبل اي حاجه. بعد كده قطعنا البرتقال مع الاناناس مع الكيوي. هتبعت سكر ولا الغي السكر؟ طب يلا بسرعه بس، عشان بس ما تفصلوش قبل ما السكر يجي. وادي الكيوي الثاني الجميل، نقشر الكيوي. حاجات فيتامينات والله، يمكن الصحه فعلا تاج على رؤوس الاصحاء. وفعلا شكرا لكل الستات، ستاتنا وامهاتنا وكل الناس الحلوه اللي بيتعبوا في المطبخ. كذا مره اشكرهم، شكرا ليهم جدا جدا، عشان بيبدعوا ويفننوا في احلى اكلات لاطفالهم واحبابهم. ان شاء الله يبقى لينا اكلات من اكلات الشوارع الكامله، من البيتزات ومن الشاورمات ومن الكريبات ومن كل حاجة جميلة إن شاء الله هنجيبها لكم، كلها طب طب حاجة حلوة بطريقة سهلة واقتصادية. أستاذة أنجي، السلام عليكم. أستاذة أنجي الجمال، مرحب بيك. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الله يحفظك يا ست الكل، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب، وكل مصر طيبة وبخير، وكل سنة وإحنا إيد واحدة. اللهم آمين. ومبسوطة جدا إن أنت بتدي وصفات اقتصادية للستات، متابعاك من بدري، حقيقي مبسوطة خالص. ربنا يحفظك وربنا يزيد كلك ذوق يا ست الكل والله، ربنا يحفظك. يعني أتمنى إن أنتوا تكونوا سعداء ومعجبة جدا. والله إحنا سعداء، أول ما سمعنا مكالمة حضرتك دلوقتي إحنا سعداء. ربنا يخليك، بتقدم لنا دايما كل ما هو جديد من ناحيه الصحه والجمال والرشاقه والتغذيه، فانا مبسوطه حقيقي وانا بتفرج عليك. تسلمي لي، ربنا يحفظك يا ست الكل، ربنا يزيدك ويبارك لي فيك يا رب. تسلمي لي. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا ايد واحده. اللهم امين. مبسوطه قوي باجواء العيد، ويا رب كده السنه الجايه وعيد الفطر اللي جاي تكون بقى غمه كورونا راحت. اللهم امين يا رب. وبقينا كده يعني ما بنفكرش في اي حاجه وحشه. الله طبعا اكيد يا رب، ان شاء الله ربنا يستجيب منك يا رب. وشكرا لاتصالك يا ست الكل، وكل الكاست الفريق الصحه والجمال بيهني حضرتك وبيشكرك جدا جدا على اتصالك الجميل ده. قفل؟ ساره، وساره الثانيه قفلت؟ امال فين انت، فين؟ شويه سكر بسيط، حاجه بسيطه، سكر حاجة بسيطة خالص. الفواكه، فواكه جميلة طبيعية 100% وصحية، مع السمك المشوي، مع شوربة الجمبري السيفود. بيبقى مكلفة، تكليف عالي جدا في المطاعم، لكن في بيتنا
نقدر نستمتع بيها بأقل التكاليف وبأحسن التكاليف وأقل الإمكانيات. سلطة الفواكه ليها كذا طريقة، ممكن نضيفها في عصير، في العصير ممكن تجيب لي معلقة، ممكن نضيفها لعصير البرتقال أو عصير الفراولة أو عصير الجوافة، بضرب شوية من العصير بعد كده بنزل كل المكعبات. أي فاكهة تحبوها، أي ثمرة عندنا في التلاجة مش لازم نرميها، نديها لأطفالنا بطريقة حلوة ومظبوطة 100% كلها غذاء وجميلة اهي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. شوية سكر بسيطة، بعد كده أنزل في الكاسة أو في أي حاجة، وده تنفع دي بسم الله قليل خالص ده يا عم سارة، وادي الحاجة الجميلة اهي الكيوي مع التفاح مع الموز مع البرتقال، اي اشكال جميلة كده نديها شكل وحاجة حلوة مش هتسمر معانا ما تخافوش، وهتفضل بطعم كل ما تقعد في التلاجة كل ما تدي الطعم والتركة الحلوة جدا اللذيذة. ادي شوية من الجوس كمان بتاعها او العصير بتاعها، اديها الشكل بقى او الديكورات جميلة، الشكل التاني الجميل مع البرتقالة. يبقى عملنا الحلقة بتاعتنا اسماك النهاردة وشوربة السيفود، خلطة الجمبري نزلنا بالجمبري بالزبدة نزلنا بالجمبري بالزبدة وزيت الزيتون، بعد كده شوحنا الجمبري لحد ما ادينا له التوابل بتاعته الجميلة او الحاجة الحلوة، ادينا له التشويحة بتاعته نزلناه مع الرز يطلع احلى واطعم والذ بكتير. الشكل مش هيبان سين حاجة اكتر بحلم بقى بادتين طب سلام كده مواليد ندي شكل الطاووس اهو. هات السكينة الصغيرة، فين السكينة المشرشرة يا محمد. وعملنا الرز البس الرز الصيادية عملناه بالطريقة حلوة مع البصل والثوم وصلصة الطماطم أو عصير الطماطم أو عصير الطماطم مع كم؟ خلاص؟ اتفضل يا فندم اقفل. شكرا ليكم وشكرا لحسن مشاهدتكم وشكرا للناس اللي اتصلوا بينا كتير، استمتعنا بيكم في أجواء العيد، ربنا يجعل دايما أيامكم أعياد وأفراح ودايما نشوفكم بأحسن حال في شاشة الصحة والجمال والجمال. انتظرونا إن شاء الله قريبا في أحلى وجبات من أكلات الشوارع، البيتزا أو الكريبات بطريقة سهلة واقتصادية 100%. شكرا لكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.